لأن البعض ربما يكون لديه شيء من الحفظ أو عنده شيء من الفهم، وربما يطالع كتابا أو كتابين فيتصور أنه قد حوى العلم من طرفيه وناطح الجوزاء بفوديه، وإذا به لا يفرق بين الذبالة والغزالة ولا بين الضب والنون ولا بين الضريح والضراح، ولكنه الغرور حين يتملك نفس المرء ليعبيه عن عيوب نفسه ويصور نفسه أكبر من قدرها ليستصغر من هم أكبر منه. وصدق الشاعر حين يقول: لساني مملوء من القول جوهرا، على أن في قلبي لذي الدر أبحرا، كأن زمان الفضل قال لأهله: سلام عليكم، ثم ولى وأدبرا، وكانت بقايا الفضل في الناس شيمة، فطارت بها العنقاء شيئا مقدرا. قصرت على ذات الإله تواضعي، وأوسعت أهل الكبر مني تكبرا، ورب صغير دون قدري قدره، يرى نفسه من طور سيناء أكبرا. وما أنا من زكى بذا القول نفسه، ولكن لساني لم ير الحق منكرا، إلى أن قال: إذا العز أعيا عن مقامك فارتحل، عن الذل إما رائحا أو مبكرا.